في مسرح محمد الخامس بالرباط وأمام جمهور حماسي جاء من مختلف مدن المغرب، أدى الفنانون المتوجون بجوائز موروكو ميوزيك أوردز آخر أغانيهم الشبابية. فبعد أن فازوا بأتي الجوائز شهر مايو الماضي، ارتأت شركة ميديتيل الراعي الرسمي للمسابقة إحياء أسارة فنية مع الجمهور المغربي. احنا اليوم مسرح محمد الخامس في الرباط، فرحانين بزاف ان غادي نغنيو هنايا للناس اللي الرباط توحشناهم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله هاد السهره تدوز زوينه بحال السهره اللي دازت البارح. احنا فرحانين بزاف، انا فرحان بزاف باش نكون معكم ونكون ما بين الفائزين ديال هاد المسابقه هذه. كنتمنوا بان هاد الناس اللي كيشوفونا دابا يكونوا ديجا راهما كيستعدوا من الجهه الاخرى ديال السبيكتاكل. دونك احنا جايين جمهور غفير تفاعل بشكل إيجابي وحماسي مع كل فقرات صارت موروكو ميوزيك أوردز، صارت امتدت لأزيد من 4 ساعات كاملة، أدى فيها كل فنان أغانيه التي لقت إعجاب الحاضرين في مسرح محمد الخامس بالرباط. الجمهور كان رائع واعر كيغني معايا، عرفتي علاش؟ حيت اون بليس انا عندي واحد المشكل كننسى الكلمات ديالي، دوك وقت ما كنت كنسى كنديرها وكان الناس كانوا كيغنوا معنا. صراحة كانت سواري تري ريوسي، انا بعدا الحمد لله جي بوكو ايمي، والجمهور كان حاضر. يعني شرفني انني نكون في الحفل، حيت انا الحمد لله باغمي الناس اللي خداو الاورد، وبهذه المناسبه كنشكر بعدا ميديتال اللي قامت بهذه المبادره اللي صراحه محتاجها الفنان الارتيست المغربي، يعني محتاج ليها، كتعطيها واحد القيمه في البلاد وكلشي. يشار إلى أن هذه النسخة الثانية من جوائز موروكو ميوزيك أوردز، والتي عرفت تتويج العديد من الفنانين الآخرين في أصناف الموسيقى التقليدية والبوب والموسيقى العصرية والشعبية والروك والإلكترو.